السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المشاهدين، في استعراض لتحليل خاص بالإعلان الأول للحلقة 19 لمسلسل طائر الرفراف. كما رأينا في الإعلان، ففريد أحدث مشكلة كبيرة مع إيفي في المطعم الذي وجد فيه صايران وسونا معه، ولم يتحمل فريد رؤية زوجته رفقة إيفي، وهدده أمام الكل. ديفنا لاحظت أن فريد غير طبيعي تماما وربما مريض نفسيا، ولما ذهب أورهان للبحث عنه في منزلها أخبرته بهذا الكلام، وكأنها تلومه على الوضعية التي وصل لها فريد. بعد خروج فريد وصيران من المطعم، وجهت له صيران كلمة قاسية ووصفته بالمسكين وحتى المريض، ووصل بها الأمر حتى بدفاعها عن والدها كاظم، وأخبرت صيران زوجها بأن على كل منهما أن ينظر لطريقه من الآن فصاعدا، لأنها كانت غاضبة بسبب كلام فريد عن بنين وبأنه يريد أن ينجب منها طفل، وكل هذا كان في لحظة غضب منه. بعد عودة صيران للقصر تساءل خالص أغا عن فريد وأين هو، لكن رد صيران بأنها لا تعلم أغضبه بشدة ولمح له بأنها مهملة لزوجها. فريد في لحظة غضبه توجه لبيلين، وربما بيلين هي من اتصلت به وأخبرته بهذا. وبعد وصوله أخبرته بيلين بأنها لم تستطع نسيانه، ووجدها في حالة مزرية وكأن غرفتها قلبت رأسا على عقب، وعلى ما يبدو قد يحدث شيء ما بينهما. خالص آغا طلب من سايران أن تحقق أمنيته برؤية حفيده قبل موته، وطلب منها أن تنال رضا زوجها فريد قبل أي قرار تتخذه، وخاصة بشأن عملها مع إيفي. وإيفي كات لم تفوت الفرصة وعتبت سايران بسبب عدم وجود فريد في المنزل، ووجهت لها كلام قاسي جدا. والقفلة كانت قوية، ففريد أحضر بيلين معه للقصر، وفي تلك اللحظة غادرت سايران وسونا مباشرة دون تفكير، ولم يلحق فريد بسايران. فما الذي سيحصل يا ترى بعد كل هذه الأحداث النارية المتسارعة؟ نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، انتظرونا في فيديوهات أخرى عن مسلسل طائر الرفراف، ولا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس. سلام.